حاولت أطيب خطره هجم فجأة، وما كنتش لوحدي. الحصان ليل حصل ماس كهربائي في البوكس، وللأسف كسر البوكس كله وعور نفسه، والنهاردة جايين نطمن عليه. هنشوف الجروح اللي عنده ونطمن على الحالة العصبية والحالة العامة للجسم. وده ابنه الحصان نجم، عنيف جدا وشايف نفسه. وهنا بيقول لي بابا أخباره إيه؟ قلت له أنا لسه واصل، هكشف عليه وأقولك. الصعق بالكهرباء بيعمل صدمة نفسية، وده كان باين على الحصان. والحقيقة صاحبه زعلان عليه جدا. ليل معاه من 2007، انتوا متخيلين 17 سنة، عشرة وحب كبير. وببص فوق لقيت الكلبة الجميلة دي قاعدة مراقبة كل حاجة وبتتفرج، وشكلها كمان بتعز ليل. عبده هو صاحب الحصان وصديقي العزيز، ولما كلمني كان في حالة انهيار، مش مصدق اللي حصل للحصان. وليل طيب جدا، ولكنه في اللحظات دي وبعد التجربة اللي شافها بقى عنده حالة من الانسيكيورتي أو عدم الأمان، فجبناه كده وهو قاعد يعني زي ما بقول لكم متخوف جدا. شايفين الجرح، جرح رهيب في الرقبة، وعامل ناسور، عامل قناة جواه. وطبعا احنا صورناه من بعيد عشان ما يبانش قوي المنظر، وكمان رجليه من تحت فيها جرح كبير جدا، شايفين اهو عند الرمانة، وبرضه مكون صديد. وبدأت افحص الجرح من بره بس كده من غير ما المسه طبعا، وبعد ما فحصته قلت له ان شاء الله الاخبار كويسة، هيرجع يبقى زي الفل سواء رجليه او رقبته باذن الله. لكن الاهم دلوقتي ان احنا نشوف الحالة العصبية اخباره ايه. اعصابه كويسة؟ عنده اتزان كويس؟ خطوته عاملة ازاي؟ كل ده هنشوفه لسه. وهنا بعلمهم ازاي يدوا حقن في الوريد، عشان طبعا هيحتاج ياخد ادوية لمدة 5 ايام، وانا هكون مش موجود ولازم حد يديها له. وليل بدأ يحس بعدم الأمان أكتر، وبعدين بعد عني زي ما قلتلكوا غلبان، لسه متعرض لصدمة كبيرة. وهنا عبده بيحاول يجيبه ومفيش فايدة، الحصان خلاص. هو أصلا كان مهزوز نفسيا، واللي احنا عملناه ده حس إن إيه يعني إن ممكن يتعرض لصدمة تانية مننا. وهنا بكلمه وبصلي، قلت دي بشرة خير. بدأ يجي عليا، قلت الله الله، وبعدين لقيته هجم، مش هجم عليا ولكن هجم على بره، عاوز يخرج. سيطرت عليه، عبده قال لي سيبه، هو عارف طريقه بره وبيرجع لوحده. زي ما قلت لكم ما شاء الله مع بعض بقالهم 17 سنه، يعني حافظين بعض على الاخر. ومع الجرح الكبير اللي في رجليه واللي في رقبته، الحصان ماسك نفسه في خطوته، في عدم اتزان ولكن ده شيء عادي. لكن بالنسبه للاعصاب ما شاء الله واضح ان اعصابه حديد، وواضح ان هو ان شاء الله هيعدي من الازمة ديت وهيرجع اقوى. وهنا عبده ناداله قال له تعالى، وكمان انضم لنا عضوة جديدة بوتشر. اما البيضة دي فاسمها فلافي، وكانت قاعدة تتابع كل حاجة بمنتهى يعني السعادة. نجم هنا بيقول لي ايه الاخبار، بابا كويس؟ قلت له زي الفل. الليل طبعا حصان عربي اصيل، دمه مصري 100%، وإن شاء الله نعمل لكم حلقة تانية بعد ما يخف بالكامل، وإحنا في كفر عبده عند عبده في العين السخنة. أشوفكم على خير.